صحح قليل الأصل قليل الأصل مهما عملت معاه، صحح قليل الأصل قليل الأصل مهما عملت معاه. ينكر المعروف ويتكبر على اللي في يوم علاه، بس الدنيا بكرة تعلمه، بس الدنيا بكرة تعلمه درس عمره ما ينسى. هو شوية سؤال صعب الواحد أنه يتكلم على راسه، وخاصة أنا كنلقى واحد الصعوبة بزاف، ولكن بغيت نقول لك أسماء الزرق هي إنسانة جد عادية بحال أي بنت كتعيش السن ديالها، الحمد لله من عائلة متواضعة، تربيت في مدينة تارودانت وتولدت في مدينة تارودانت كذلك، يعني تربيت على القناعة على التواضع الحمد لله، أنني نكون يعني نحس بالشخص اللي قدامي قبل ما نحس براسي. ما عرفتش بالضبط شنو اخر غادي نقول على راسي، شي حاجات نقول لك اني طيبه، ما عنديش مع داك الشيء بزاف. نقدر نقول لك نيه، لكوني تربيت في واحد المدينه اللي هي صغيره اللي هي تارودانت، والناس اكيد عارفين هذه المدينه، هذه المدينه الخجوله اللي انا اخذت منها بزاف ديال الحاجات، من هي فيها بزاف من شخصيتي وانا فيها بزاف منها. لا هو انا ماشي بديت في التجويد يعني مده طويله وانا في التجويد، غير باش نفهموا هذا الموضوع، حيت انا ذكرته في برنامج مع منى شادلي، كنت قلت بانني انا البدايه ديالي كانوا التجويد، ماشي انا عمري انا كله انا كنجود القران، اكيد كنجودو بيني وبين راسي، ولكن كيف قالت لي هي كيفاش انا اكتشفتي، انا كيفاش اكتشفت انه الصوت عندي، كنت في المدرسه والتلاميذ في السن السابعه، يعني السابعه من عمري، وهذا بالعكس شي حاجه اللي هي زوينه، ان الطفل صغير ماشي فاش قالوا ليه قلنا شي حاجه مشى جوت القران، يعني بالعكس يعني شي حاجه اللي انا كنفتخر بها، وهذا راجع من التربيه وراجع من البيت وراجع من الدار وراجع من الاهل. فانا ماشي جلست يعني مده كنت مثلا كنجود القران مده وفي التلفزيون ولا في شي بلاصه وقلبت ولا شي حاجه، لا هذا غير كانت طفوله وكنت كنجود القران وكيعجبني جود القران، ولحد الان بيني وبين راسي فاش كنكون في خلوه كنكون بوحدي اكيد كنجود القران، يعني الواحد لما يكون عنده الصوت اصلا خصو ضروري انه يرتل القران. اكيد نجوم ونجوم استوديو دوزام ونجم الخليج، نجم الخليج اكيد ضاف لي الكثير، تعلمت منه بزاف، كانت مرحله كل برنامج كانت اصلا مرحله عموريه، يعني نجوم ونجوم كانت في العمر ديال 14 سنه بنت للناس، كنغني في التلفزيون المغربي في دوزام، يعني منذ الطفوله، يعني مع الاعلامي الكبير عتيق بن شيقر اللي كنوجه ليه التحيه، اللي كان من بين الناس اللي مدوا لي ايديهم ودعموني في القناه الثانيه، كذلك سي عبد السلام الخلوفي اكيد دائما كان داعم ليا،
ومن بعد فاش كنت في ستوديو دوزام ونجوم ونجم الخليج اكيد اضاف لي الكثير نجم الخليج، لان يعني تعرفت خليجيا، تعرفت في الـ في الـ في برا يعني ما في مصر وهذا. فكل مرحله لها حاجه. علاش بالضبط اختاريت مصر؟ لانه دائما مصر هي كيف ما كيعرف كل المغرب، يعني المغاربه الحمد لله احنا عارفين هذا الموضوع هذا. وبالعكس فاش الفنان كيجيك مغربي، مثلا فنان مغربي كيجيك من مصر، كيتقبلوا الشعب المغربي والجمهور المغربي. يعني فاش كيجي مثلا من اي بلاد اخرى ما كيتقبلوش. دائما كنعرفوا حنا تربينا على الاغاني المصريه، تربينا على عمالقه الطرب العربي. ما كاينش شي دار في المغرب ما كتسمعش الطرب، ما كتسمعش الام كلثوم. تربينا على افلامهم، تربينا على بزاف ديال الحاجات. فعلاش اختاريت مصر؟ لان اي فنان بغى ينطلق عربيا اكيد كيف ما تنقولوا ياخذ تاشيره من 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 مصر. وكذلك باش نعطي واحد الحاجه اخرى، انه انا يمكن حيت انا ما تشهرتش في المغرب كيف ما انا كنت باغا وكان طمح لي. اكيد اي فنان كيطمح انه يتشهر من بلاده ولا يتعرف عليه الجمهور المغربي اول حاجه، حيت حنايا اللي كاين اصله راه هذاك ما عندوش اصل. فاكيد انا كنت دائما كنطمح وكنحاول وكنطيح وكنوض وكنتقاتل باش نبان من المغرب، لكن الله ما كتبش ليا انني تكون الانطلاقه ديالي من المغرب. كانت انطلاقه ديالي انهم امنوا بموهبتي وبصوتي ناس يعني من مصر، واعطوني فرصه كبيره كيطمح ليها اي فنان واي انسان كيطمح ليها انه يغني في مكان كبير مثل دار الاوبرا. داكشي علاش دابا بحكم الخدمه والحكم الحاجات اللي عندي وكتصوير وكالبوم، داكشي علاش اختاريت مصر. الشعب المغربي علاش لا؟ علاش لا؟ شوف حنايا اصلا كل المناسبات ديالنا كنغنيو شعبي. ونقول لك واحد الحاجه، اي بلاد مشيتي ليها راه الاصل هو الشعبي. الاصل ديال اي بلاد، الاصل ديال البلاد في اي موسيقى هي الشعبي. فاش كنمشيو مثلا لاي بلاد مصر او كنسمعوا الشعبي ديالهم، المغرب اكيد الاصل هو الشعبي ديالنا اللي حنايا تربينا عليه. وتبارك الله حنايا عندنا الوان بزاف، عندنا مقامات، عندنا بركه غير المقام الخماسي اللي حنايا كنمتازوا به ما كاينش عند بزاف ديال الناس. علاش ما كتشوفنيش في مواقع التواصل الاجتماعي؟ حيت انا من الناس اللي ما كيعجبنيش نخلق البوز من شي حاجه اللي هي يعني سمحوا لي على هذه الكلمه اللي تافهه. انني نتقاتل مع شي واحد ولا نضارب مع شي واحد ما كيعجبنيش، لان الناس كيتسناو اشنو غادي تعطي، الناس كيتسناو الفن ديالك، الناس كيتسناو اشنو عندك. اما مشاكلك كانت كشخص هذا الشيء ما كيهمهم، كيهمهم الفنان. داكشي علاش انا مقله في السوشيال ميديا خاصة في هاد الأواخر هادي. هو الوباء هذا نقول الحمد لله، ولكن أثر على ماشي غير على فنانة، أثر على دول كبار، على رؤساء، على رجال أعمال، على ناس بالصح خسرات يعني اكثر من احنايا على الاقل. راه الفنان راه كيدير حفلات، مي كاينين الناس اللي كاين من مورا يعني ظهرها بزاف ديال العوائل اللي كتستافد من الخدمه ديالهم. فحنايا لازم نفكروا في هاد الناس هادو. اما بالنسبه للفن وبالنسبه للحفلات، فهذا الشيء جاي من بعد فاش ان شاء الله يظهر الحاجه اللي غتفكنا من هذا المرض هذا. والله العظيم حيت الصراحه كلشي ولا خايف،
ولازم الواحد ياخذ الاحتياط ديالو وما ناخذوش بالاستهتار واستهزاء، لازم ناخذوه بجديه. الموضوع لا يستهان به، وكاينين دول اللي هما يعني تاثروا، كانوا 4 الحالات 5 الحالات ولينا كنسمعوا الاف، وكنسمعوا 1000 شخص مات و 10000 كذا. ف يعني كنتمنى يا ربي يحد الباس والله. اوكي، الفن الشبابي اللي ولينا دابا كنسمعوا، الاغاني اللي كنسمعوا اكيد كاينين اغاني منهم اللي انا كتعجبني شخصيا، وكموسيقى كتعجبني، و تنقول لهم تبارك الله عليكم. واكيد مادام الفنان عنده جمهور اكيد انه راه كيدير شي حاجه اللي مزيانه، ميمكنش الجمهور يعجبو اي حاجه. ولكن بغيت كنطلب من 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 بعض الفنانين انهم يعني اختاروا شويه المواضيع تكون مواضيع زوينه، مواضيع اللي اي دار تقدر تشعل مثلا راديو ولا تلفزيون ولا 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 تحل تليفون وتسمع الاغنيه. حيت حنايا عندنا واحد الجيل اللي طالع، بغينا نخليو مازال يسمعوا كلمه زوينه، ماشي اي حاجه يغنيوا موضوع تافه وصافي. فالموضوع الكلمه مهمه جدا، لان الفنانين هما الحاجه الوحيده اللي كتاثر في الجيل موسيقيا، انا كنهضر اللي كتاثر في الجيل اللي طالع. اولا كنشكركم وكنشكر اش وقع، وكنتمنى يا ربي ان شاء الله نكون دائما عند حسن ظن الناس اللي كتبغي اسماء الزرق، ونعطي كل ما هو احسن. وان شاء الله اكيد كيف ما ذكرت، حيت كاينين شي ناس اللي كيقولوا عافاك اسماء، كنقرا تعليقات عافاك اسماء ما تبدليش وما تغريش وما هذا وما هذا. فانا تنقول الانسان اللي عنده واحد القناعه بشي حاجه وعنده مبدا في الحياه، عمره ما غاديش تاثر عليه لا شهره ولا اي حاجه في الدنيا، عمري ما غاديش نتغير عليكم. ولا تغيرت عليكم راه تغيرت على راسي. و شكرا لدعمكم، شكرا شكرا بزاف.